على مدار 10 أيام يشارك أكثر من 360 عارضا بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية. هنا فاطمة وارث من ذوي القدرات الخاصة أتاح لها المعرض فرصة لتقدم منتجاتها اليدوية من خيوط وألوان الكروشيه. 5 سنة ليا في المعرض هنا، معرض ديارنا، بس هو السنة دي مختلف علشان تنظيمه داخل مول، فالزبون اللي داخل يشتري هو داخل اوريدي يشتري، مش داخل يتفرج على المنتجات ولا يبص بس كده، لا انا داخل اشتري. اما هذا الجزء يعرض ثقافة وهوية الشعب السيناوي من خلال منتجات سيدات تابعات لاحدى جمعيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء. احنا معانا 200 سيدة سيناوية بيشتغلوا في الجمعية، وهي الفئة المستهدفة في الجمعية دول سيدات معيلات ومهمشات وخريجات جامعات ومدارس بدون فرص عمل، فاحنا من خلال الجمعية بنديهم القطع الخام والخيوط عشان يشتغلوا هذه القطع الفنية التراثية. كل قطعة بتعبر عن يعني كل ما في القطع التراثية، كل قطعة بتعبر عن هويتنا لأن هي مقتبسة من البيئة. يبدأ التوافد من 11 صباحا، وعلى مدار اليوم يقبل المواطنون على منتجات مختلف المحافظات المشاركة بالمعرض مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية. أنا بحب شغل الهاند ميد بشكل عام، وكل سنة بلاقي حاجة جديدة، يعني ما فيش سنة بسيب المعرض بصراحة. يعني المعرض بقى بصراحة تحفة تحفة، يعني أنا ماشية مستمتعة جدا بالحاجات، ما شاء الله بجد، يعني إن الحاجات دي موجودة في مصر، لا بجد يعني إحنا ما شاء الله بنتقدم في الفنيا جدا. في تنوع، يعني اللي عايز حاجة معينة هيجي هيلاقيها أكيد في وسط التنوع اللي موجود دوت. أنا بحب الحاجات اليدوية دي، وبحب أوي أشتري حلقان أكسسوارز وكده، فكنت عايزه قوي اول ما عرفت ان هو هيبتدي في نص فبراير كنت اللي هو انا هاجي خلاص. المعرض حلو جدا وفي منتجات حلوه جدا، يا ريت كل الناس يجوا يشوفوا بجد منتجات رائعه رائعه رائعه. يقام المعرض على مساحه 3600 متر مربع، ولاول مره في كايرو فيستيفال، في اطار خطه استراتيجيه لفتح اسواق جديده في اماكن جديده، ويضم منتجات متنوعه من محافظات مختلفه من اسوان وصولا للاسكندريه ومحافظات الدلتا، في انعكاس لشعار هذا العام مصر تتكلم حرفي الذي يستمر حتى 25 من فبراير الجاري. اهتمام كبير توليه الدولة المصرية لأرباب الحرف التراثية واليدوية تتمثل في دعم هذه المعارض ذات القيم الثقافية لفتح أسواق جديدة ولدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. من داخل معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، جاكلين ماهر، إكسترا نيوز.